والله العظيم أنا سعيد جدا وأنا أوقع مع الحضور الكريم من الممثلين ونقاد سينمائيين ومخرجين محليين وعالميين، يعني نوقع معهم على الدورة العشرين. هذه الدورة يعني أن نصل للدورة العشرين، يعني لم يأتي هذا هذه السنوات لم تأتي من فراغ، بل بالعكس يعني هذا ورش انخرطت فيه الدولة، انخرط فيه صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس، يعني أراد لهذا المهرجان أن يكون واجهة للمملكة نطل من خلالها على باقي العالم، وننتصر من خلال هذه الواجهة للحوار الثقافي للحوار الحضاري. نحن نتواصل سينمائيا مع باقي العالم الآن من خلال الأفلام المغربية التي تعرض، وكذلك من خلال الأفلام العالمية التي تعرض في هذا المهرجان. مهرجان وجد إيقاعه عالميا، يعد الآن مهرجان الفيلم، مهرجان دول الفيلم مدينة مراكش من بين المهرجانات المهمة على المستوى العالمي، يستقطب كبار المخرجين والمنتجين والمتتبعين والمهتمين يعني بالحق السينمائي، وهذا مهرجان يعني هو مفخرة للبلد. الدولة انخرطت في أوراش اقتصادية كبرى، بالموازاة صاحب الجلالة أبى إلا أن ينخرط المغرب وتنخرط المملكة كذلك في واجهة أو من خلال واجهة فنية، ألا وهو هذا المهرجان الآن الذي يحقق الدورة العشرين، وهذا ليس بالشيء الهين. وهو المهرجان هذا ما بقات عليه كلمة إلا اللهم بارك. أش بتقول هذا المهرجان اللي بدنا نقول عليه هو قبل الطوالة 20 عام، أش بقي بتقول كل مهرجان ضرب عام ولا عامين تقدر تقول عليه شي حاجة. أنا المهرجان مستمر، إدارة ديالته في المستوى، الناس اللي تيجريو في المستوى، والشريف الله يخليه لنا مولاي رشيد عطي أهمية لهذا المهرجان، الله ينصر سيدنا، وداك الشيء غادي زوين ومراكش فرحان بالمهرجان. اش بغيتي يعني أنت دابا تشوفوا الصحافة ديالنا الزوينين. كاين إن شاء الله كاين واحد المسلسل صورناه مع القناة الأولى جوز في رمضان، أول مرة مسلسل اجتماعي كوميدي مع خالد المقري، ديسكونيكتد وفيه ممثلين مزيانين، المخرجة هي صفا بركة. بالنسبه للدوزيام من القناه الاولى، الدوزيام كاين واحد دو تيليفيلم كاين شد اليمين وكاين طريق صويره، وكاين واحد سيتكم مع دوزيام ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادو ما هذا هو الجديد اللي كاين بالنسبه للسنه هذه، والعام الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم دعي معايا راه كاين لعيبات اخرين. نسخه 20 كتاكد بحقيقه النجاح ديال المهرجان، المسار ديالو الطويل، مهرجان مراكش الفيلم الدولي يعني اصبح مهرجان عريق، مهرجان من اقوى المهرجانات اعتقد على مستوى المصنف على المستوى الدولي، واقوى المهرجان على مستوى افريقيا. فبالتالي يعني الحدث ديال هذا كياكد الحدث ديال هذا المهرجان كياكد قوه المغرب، وانه المغرب غادي نحو تقدم ثقافي رياضي اقتصادي ان شاء الله، رغم كل المشاكل والمعيقات كيبان لي بان المهرجان هو كيقدم صوره جميله جدا على المغرب. كانت فينا اشاعه كبر حيث كل نسخه كتعطينا اشاعه عالمي، فهذه نسخه 20 اكيد انها غتزيد في الاشاعه العالمي للسينما المغربيه والحضور ديالنا على الساحه الدوليه كممثلين مغاربه شباب. زوين، جاني عالمي، جاني كبير، جاني جميل، وحقا ماكينه التنظيم ديال هذه السنه رغم الاجواء قاموا بمجهود جبار، قاموا بمجهود كبير جدا، وهذا الا فخر لنا حنا كاملين. خاصنا نشجعوهم وخاصنا نساندوهم، لان حقا كنتوحشوا الجمهور، ما نكذبش عليك انا مراكش مهرجان مراكش بلا الجمهور وبلا ديك اسمحوا لي بلا طلع على الجمهور كتجيني شويه ناقصه.